مرحبا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نتابع بالانتي بايوتكس وراح نبدا بكلينيكال كيس. مريض عمره 60 سنه، مريض ديابيتس كرونيك كيدني ديزيز، قصور كليه مزمن. قبوله في المشفى كان بسبب سيليولايتس، التهاب بسوش خلويه. المريض كان عم يشكي من ترفع حراري، فيفر، تشيلز، علامات التهاب بشكل عام، وخضع للمعالجه بالصيدلات الحيويه. بعد 10 ايام المريض بلش يشكي من ابيستاكسيس، يعني رعاف، وجنجيفال هيمريج، نزوف لثويه. شو هو السبب المحتمل؟ نحن اتفقنا اي شكايه حديثه بتصير مع المريض اثناء وجوده في المشفى اول شيء بنبلش فيه هو الادويه. فانت بتبلش تمسك اضافه المريض بدون ما تخاف لا تنعبط، بتشوف تحاليله وبتشوف الادويه اللي عم ياخذها. مريضنا هذا اثناء قبوله الكريات البيض 16000، خضاب 12، الصبيحات 200000. بعد 10 ايام الوايت بلد سيل 11000، الخضاب 12، الصبيحات 65000. في انخفاض بالصبيحات. فاكثر الادويه المستعمله بعلاج السيلولايتس واللي بتعمل ثرومبوسيتوبينيا، نقص صبيحات، هو اللينزوليد. لينازوليد. على فكره ما بيقرا لينزولايد او لينزوليد، لينازوليد. تمام. الكيس الثاني مريض عمره 40 سنه، دايابيتس هايبرتنشن، قبوله كان بسبب ديابيتك فوت. المريض بلش يقطع المعالجه بالصعدات. بعد يومين المريض بلش يصير عنده فيفر، ترفع حراري، واجيتيشن، هياج. ما كان عنده هالشكايه من قبل، لكن من جديد بلش يشكي من هالامور مع تقلصات عضليه والسواتينج، صار في عنده تعرق، تاكيكارديا و انكريزد بلد بريشر، يعني ضغطه صار 18، نبضه صار 120، بلش يتعرق مع هياج مع تقلصات عضليه. شو التفسير المحتمل؟ نفس القاعده، اي شكايه جديده بندور على الدواء اللي عم ياخذه. عم يتعالج ضد الديابيتك فوت. الدواء المتهم هو اللي نزلت. بس التفسير شو هو؟ في شيء اسمه سيروتونين سيندروم، مترازمه السيروتونين، راح نحكي عنه ان شاء الله بالاخير. بس هي الفكره بتصير عند المرضى المعالجين باللينازوليد اللي عم ياخذوا ادويه ثانيه ممكن ترفع مستويات السيروتونين. فاللينازوليد الفئه اسمها اوكسازوليدينون، تتضمن لينازوليد، تيديزوليد، لكن هو الاشع والاهم، هام جدا بالممارسه العمليه، صاد هام جدا. قليل تاثيره يثبط الوحده 50 اس. طيف التغطيه الجرثوميه جرام بوزيتيف، ايجابيات الجرام. الاهم انه بيغطي ام ار اس اي. ام ار اس اي هو من الصادات القليله اللي بتغطي ام ار اس اي. فعندك السيفترولين، فانكومايسين، لينازوليد، بيغطوا ام ار اس اي. وفي مجموعه جراثيم اسمها فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي، فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي، الصفيات المعويه المقاومه للفانكومايسين كمان تغطى باللينازوليد. VRE. Which leads us to bacterial infection. It's not responding to broad spectrum antibiotics, so we got something resistant. Usual suspects. MRSA. It's always MRSA in hospitals. كجرعة 600 ملي جرام مرتين باليوم. في منه حب وفي منه علاج وريدي. طيب الاستعمالات السريرية ايمت نستعمل الانالينازوليد؟ حقيقة الانترنت اللي بيكون فيها المرسى هي المتهمة. مثلا ذات رئة، إذا كان تشكك أنت بالمرسى ممكن تستعمل، خصوصا إذا كان المرضى المثبطين مناعيا أو المعالجين مصدات سابقا ونكسوا فأنت شكيت بالام ار اس اي. مرضى السيلولايتس بتشك بالمرسى إذا كانت مثلا مقيحة. ديابيتك فوت، قدم سكرية، والقفاطر المركزية انترافينوس كافتر، نحن بنسميه سنترال فينوس لاين، سي في لاين. فنفرض مريض قصور الكلى الحاد، أول جسد ديال بيركب قطرة وريدية مركزية. أو المرضى المعالجين بالتغذية الوريدية ممكن نستعملوا القطرة المركزية. فهي القطرة إذا صار فيها إنتان، صار فيها إنفكشن، اسمه سنترال فينوس لاين. أكثر الجراثيم شيوعا هي الام ار اس اي، لذلك نستعمل لينازوليد. تأثيراته الجانبية،
ثرومبوسيتوبينيا نقص صفيحات او حتى نقص كليات بيض، وسيروتونين سيندروم. سيروتونين سيندروم راح نحكي عنه ان شاء الله بالاخير. فالمحصله انترنت الام ار اس اي هامه جدا، الانترنت الشديده عند المضاعفين مناعيا او السيلولايتس، وخاصه اللي كانت مقيحه دايابيتك فود والانترافينوس كاثتر لاين. المعلومه اللي لازم على الاقل من هالفيديو لازم تاخده، الام ار اس اي استطاعتها اللي بتغطيها سيفتارولين فانكومايسين لينازوليد. في صدات تانية الاف دي اي لسه ما وافقت عليهم ولسه او لسه ما في دراسات كافيه ما ذكرتهم، لكن هذول لسه عم يستعملوا وبالذات الفانكومايسين واللينازوليد ضد الام ار اس اي. في جرثومه اسمها ميثيسيلين ريزيستنت ستاف ابيدرميدس، بيسموه الستاف الجلديه. هاي الجرثوم تعمل انترنت جلديه، لان تغطيها بتستعمل دوكسيسيكلين او تريميثوبرين سلفاميثوكسازول او كليندامايسين. يعني مثلا التهاب، مثلا التهاب قطاطر مركزيه سنترال فينوس لاين انفكشن، ما راح تستعمل تريميثوبرين او البكترين، لا تستعمل لينزولايد او فانكومايسين. انه المارسا فك طريقة حفظ لإلهم الـ MRSA، اتفقنا سيفتارولين وفانكومايسين واللينازوليد، صح؟ أهم شيء بدك تذكره الـ MRSA اتفقنا هي المتهمة بإنتانات السنترال فينوس لاين، بإنتانات الـ CV لاين. فالأنتيبيوتيك اللي بتغطي الـ MRSA هي الـ CV لاين، سيفتارولين فانكومايسين لينازوليد. سيفتارولين فانكومايسين لينازوليد سيفي لاين. سيفي لاين، فمجرد ما بذكر سيفي لاين بذكر ان المارسا هي اللي بتسببه، والصدات اللي بتغطي المارسا هي السيفي لاين. سيفتارولين فانكومايسين لينازوليد. We'll start them on vancomycin for the MRSA and astrinamb to cover the rest. اما الصدات اللي بتغطي الام ار اس اي فهي دوكسيسايكلين، تراي ميثوبرين سلفاميثوكسازول، والكليندامايسين. كليندامايسين فك طريقة حفظ صغيرة، دو يعني يفعل، دو تراي حاول، كلين يعني انت مثلا يو دو تراي تو كلين، انت فعلا حاولت نظف، يو دو تراي تو كلين، انا شو راح جاوبك؟ ميرسي، شكرا، صح؟ ميرسي. فدو تراي كلين، يو دو تراي تو كلين، دوكسيسايكلين، ثريميثوبريم، وكليندامايسين. ميرسي بوكو. او انت بتكره هيك جمل، فالام ار اس اي مجرد بي سي دي، باكتريم كليندا دوكسي، باكتريم كليندامايسين دوكسيسايكلين، هن بيغطوا الام ار اس اي. هام جدا انك تعرفون، هام جدا. بقصور الكلية ما في داعي لتعديل جرعة اللينازوليد عند الحامل، هو فئة سي، هو فيها سي. كطريقة عطاء قصري خلال نصف ساعة مثلا، أصلا هو بيجي بشكل فيالة كبيرة، والتوصيات أنه ما تخلط معه أي مادة دوائية تانية. في كتير ممرضات بياخذوا كل أدوية المريض وبيحلوها بفيالة اللينازوليد وبيسربوه تسريب، ما بيخلط أبدا مع أي دواء تاني. أصلا من التوصيات أنه لما بتسربه فنفرض بوريد معين، حاول تغسل الوريد بالسيروم وبعدها تسرب دواء تاني. كأسماء تجارية زيفيكسيد أو زايفوكس، 600 ميلي جرام مرتين باليوم. أما فيما يخص سيروتونين سيندروم، فهي ببساطة لما بيكون في مشاركة دوائية بين أكثر من دواء ممكن ترفع مستوى السيروتونين عند المريض، ممكن تعمل هالمتلازمة. تظاهراته على المينتال ستيتس، يعني على الحالة العقلية، هياج، هذيان، كوما، confusion، كمان تأثيرات عضلية، ممكن rigidity، صلابة، تقلصات عضلية، تشنجات، وتغيرات autonomic على مستوى الجهاز الودي، تعمل سواتينج تعرق، تاكيكارديا، ارتفاع ضغط، تسرع قلب، تعرق، اسهالات، كي تظاهرات سريرية. مخبريا ما في شيء، انت بتشخصه سريريا،
معايير التشخيص اسمه هانتر، هانتر كرايتيريا، تشخص سيروتونين سيندروم. القوة وين؟ انك بس تشك فيها. كتشخيص ممكن تدور على المعايير، مو مشكلة. الفكرة انك بس تشك بالتشخيص عند المرضى المؤهلين. You're right. I'm thinking either massive brain tumor or his soap got canceled and he's distracted. Or serotonin syndrome. المرضى المؤهلين هن المعالجين بالترايسايكليك انتي ديبريسنتس او الاس اس ار اي. في كثير اطباء بيوصفوا لمرضى الاقدام السكريه انبرامين، تمام، او بيوصفوا دواء اسمه موتيفال كاسم تجاري، علمين اسمه اميتريبتيلين. اذا كان عم يعاني مشكلات من النوم مثلا او ارق، فهالادويه اذا تازرت مع اللينازولايد ممكن من اول يوم يعمل سيروتونين سندروم. هام جدا انك تنتبه له وتشك فيها. وكمان المرضى المعالجين بالدواعم القلبيه بالنورادرينالين والادرينالين ممكن يصير ارتفاع ضغط مفاجئ وشديد. او المرضى المعالجين بمثبطات الماو مثل السيليجيلين. كل هالادويه ترفع مستوى السيروتونين وبتعمل هالاعراض. او المرضى اللي عندهم كارسينويد كمان بيرفع مستوى السيروتونين. كلها عوامل خطوره، انت مجرد ما شكيت هذا الشيء هام جدا وبعدها بتتصرف. كيف بتتصرف؟ فورا بتوقف الادويه اللي لها علاقه بالسيروتونين وبتعطي بنزوديازيبينز، بتريح المريض، ممكن دعم بالسوائل، اوكي ما عندي مشكله. الانتيدوت هو سيبروهيبتادين. سيبروهيبتادين الفكره انه هذا الدواء بيجي بشكل حب، عياره 4 ملي جرام. فانت بتاخذ 3 حبات 12 ملي جرام، اذا كان واعي المريض بياخذهم، اذا ما كان واعي بالانجي تيوب. تطحنون وتحقنون بالانجي تيوب، لا يعني انبوب من انفي، انبوب انفي معدي لمعته، بتعطيه اياه. اذا كان المريض عنده حراره، طبعا حتى متوازنه السيروتونين بتعمل ارتفاع حراره. اذا كان عنده ارتفاع حراره الاستامينوفين ما له فعال، السيتامول ما راح يفيده، لانه الاليه ما لها علاقه بالوطاء، العلاقه هي بسبب الجهد العضلي اللي سببت ارتفاع الحراره. حتى مرضى الهيت ستروك بالصيف، مرضى الهيت ستروك اغلبهم بتشوف الممارسة الطبية الخاطئة الشائعة انه بيعطوا ديكلوفيناك وبيعطوا باراسيتامول، اطلاقا ما له اي دور، تمام. This is a brain in trouble. This is a brain with too much serotonin. Antidepressants fake brains into thinking they have more serotonin than they actually do. Every 10 million or so cases sets off a chain reaction. Produces too much, enough to fry itself. If Adam has serotonin storm, it's deadly but treatable. Cyproheptadine. فخلاصة اللينزوليد انه بيستعمل ضد الام ار اس اي، هام جدا. المرضى اللي عندهم نيمونيا، مضاعفين مناعيا، او مرضى السنترال فينوس لاين، او السيلولايتس او الدي اف، مستعمل لينزوليد 600 مرتين باليوم. اهم شيء انتبه لنقص الصفيحات اللي ممكن يعمل حتى نزف هضمي، ومتلازمة السيروتونين. اللينزوليد مع الفانكومايسين مع السيفتارولين بيغطوا ام ار اس اي. اما الام ار اس اي فعندك باكتريم، كليندامايسين، دوكسيسايكلين، هام جدا جدا. هو في اس سي بالنسبه للحامل، ما بده اي تعديل بقصور الكليه. هي اهم المعلومات اللي ممكن تلزمك كممارسه عمليه بالنسبه للنيزولايد اسمه زيفكسيد. ان شاء الله كان الفيديو مفيد، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، سلام.